شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 في فعاليات قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لتناول مخرجات مؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي. وخلال كلمته أبرز وزير الخارجية نجاح مؤتمر كوب 27 في إدراج بند معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ ضمن أجندة عمل مؤتمرات المناخ في سابقة هي الأولى من نوعها. كوب 27 كان أول كوب يضع التمويل وكذلك الاستجابة للأضرار والخسائر بعدما قامت الدول بتبني ترتيبات جديدة لتمويل الخسائر والأضرار من خلال وجود صندوق للتعامل مع هذا الغرض في شرم الشيخ. المجتمع الدولي كذلك قد انعقد لكي يلتزم بالتعامل مع طموحات ملايين الضحايا في باكستان وأفريقيا والجزر الصغيرة وكثير من الدول في العالم التي تواجه تغير المناخ، وهناك إصرار للتعامل مع المتطلبات الضرورية. السيدات والسادة، في شرم الشيخ توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي أكدت على الحاجة إلى إجراءات للتخفيف من تغير المناخ بشكل قوي، والتي يمكن أن تحافظ على هدف بأن نحافظ على 1.5 درجة مئوية للعالم وفقا لاتفاق باريس.